صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركة. اهتمامك بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وشكل مستمر ده ليه عائد كبير عليك على صحتك الجسدية والبدنية والنفسية وكمان العقلية. كمان هيساعدك اللي انت تكون يومك بشكل أفضل وشكل صحي. أهم حاجة عايزك توفر وقت في يومك، لو نص ساعة بس تقدر تعمل فيها تمارين رياضية في اليوم بحاجات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت. اللي احنا هنعملها زي النهاردة حاجة بسيطة، اللي هنستخدمها دمبل، هنشغل بيه النهاردة الأبر بودي بتاعنا، عضلات الجزء العلوي. هنشتغل 6 تمرينات، 6 تمرينات دول هيكونوا بأسلوب تمرين اسمه سوبر سيت. ده اللي احنا هنشغل عضلتين ورا بعض بدون ما ناخد ريست، بعد كده بناخد ريست زي اللي احنا هنعمله مع بعض. بس قبل ما نبدأ التمرين بتاعنا محتاجين اللي احنا نعمل الورم اب بتاعنا شوية، بنسخن بس 3 دقايق الأول عشان نحمي جسمنا من أي مشاكل أو أي إصابات. أول حاجة بعمل 20 ثانية جري في المكان، ابدأ خفيف الأول، بعد كده ابدأ سرع، بعد كده خد كيك برضو 20 ثانية. كل ده بشغل بس العضلات بتاعتي وسخنها الأول، برضو 10 ثواني جامبنج جاك. كده يعتبر سخنا جسمنا وهيئناه. يلا بينا، جهزنا الدمبل بتاعنا والمات، هنبدأ أول تمرينتين مع بعض. أول تمرين هيكون دمبل فلور بريس لعضلات التشيست، هنعمل 10 عدات، 1 2 3، خلي كوعك دايما لجوه، 4، النفس بتاعك شغال، ده هيساعدك اللي انت تأدي التمرين بشكل أفضل، 5 6 7 8 9 10. وأقوم على طول مع تمرين دمبل سايد ريز لعضلات الكتف الجانبي، أبدأ أطلع بإيدي لفوق، ركبتي متنية سنة بسيطة، ظهري مفرود، بوصل لغاية مستوى الكتف بتاعي. برضو بنشتغل 10 عدات، واحنا اشتغلنا تمرين الدمبل فلور بريس ومعاه الدمبل سايد ريز 10 عدات من غير ما ريحنا. كده خلصنا اول تمرينتين، ناخد بس ريست اللي احنا بنشرب مية فيها 30 ثانية. هنكرر نفس التمرينتين دول من مجموعتين لـ3. هندخل على التمرينتين اللي بعد كده، تمرينة منهم هتكون لعضلات الظهر وتمرينة هتكون لعضلات الكتف الخلفي. هبدأ انزل بركبتي سنة بسيطة وازق وسط الورا، اتاكد ان ظهري كله مفرود، وابدا اسحب الدمبل جنب. هنعمل برضو 10 عدات. الناس اللي شغاله معانا دلوقتي تعد معانا، خلي دايما التمرين بتاعك الاداء بتاعه بسيط، ما سرعش في الحركه بتاعتك عشان استفاد اقصى استفاده فيها. كملنا 10 عدات من غير ما ناخد ريست، هبدا اطلع بايدي للجنب، افرد دراعي، بشغل بيه الكتف الخلفي، برضو 10 عدات. اهم حاجة اتأكد ان انت ظهرك يكون مفرود، 5 6 7 8 9 10. واخد بعدها برضو ريست. اخر تمرينتين معانا هيكون تمرينة للبايسبس وتمرينة للترايسبس. هعمل دمبل بايسبس كيرل، ببدأ اطلع الدمبل مع بعض، هشتغل برضو 10 عدات، احسن، فوق، اخير، طب بدخل بعدها على طول تراي، نفس الوضعيه اللي احنا كنا بنشتغل فيها الدمبل رول لعضلات الظهر، بس اخلي كوعي فوق وابدا ازق الدمبل بايدي لورا، 2 3، بشغل بقى عضلات التراي، 4 5 6 7، بكمل 10 عدات، وبرضه نفس النظام بعملها من مجموعتين لـ3. كده يعتبر عملنا 6 تمرينات شغلنا بهم عضلات الابر بودي كله الجزء العلوي. اخر نصيحه لينا اللي احنا بنعملها دايما في كل حلقه، وانت في رحلتك دايما لخساره الدهون، حاول اللي انت تحفز نفسك وتشجع نفسك بحاجات بسيطه جدا. دايما حط لنفسك رقم معين اللي انت تنزله في الشهر، مثلا من الاسبوع نص كيلو لكيلو في الاسبوع، عشان تنزل بنزول صحي ما يأثرش على جسمك وهرموناتك. كمان اللي انت تزود معدل شرب المياه بتاعك، كمان تعمل تمرين بسيطة حتى زي اللي احنا بنعملها كده في يومنا. كل ده هيساعدك ان انت تكون بشكل جسم كويس
وتكون بصحة كويسة. أتمنى التمارين بتاعتنا والنصائح اللي احنا بنقدمها لكم تكونوا استفدتوا بيها، ونشوفكم في حلقة تانية جديدة.